هنعمل ايه في البانكيك؟ البانكيك النهارده هنعمله بطريقه برضو يا رب يا رب تعجب حضراتكم، يا رب تعجب حضراتكم. طيب عندي هنا توابل، يلا ناخد مقادير البانكيك. كوباية دقيق، كوباية لبن، ثلاث بيضات، ذرة ملح، ذرة سكر، ثلاث معالق زيت. يبقى ثلاث بيضات، كوباية دقيق، كوباية لبن، ذرة ملح، ذرة سكر. حشو عندي لحمة، لحمة مفرومة، زيت، ملح وفلفل، بصل، ثوم، بهارات، جوز الطيب، كزبره خضراء، طماطم متقشره مفرومه كده. انا بعصج اللحمه بتاعتي الاول واحنا بنعمل البانكيك. ادي البانكيك. يا هات يا ابني دي من جوه يا حبيبي. خليه يجيب لي بيض لبن من جوه لو سمحتي. شوية كزبرة خضراء، شوية بقدونس، اللحمة بتاعتي معصجة على النار اهي، وادي شوية الطماطم. اصحى بقى معايا والنبي. طيب هنصلي على الحبيب قبل كل شيء. هنا زيت، هنا زيت، نعمل كده نفس القصة